الدولة الصفارية أسسها يعقوب بن الليث الصفار في بلاد فارس وخراسان على أنقاض الدولة الطاهرية في عهد المعتز بالله، بعد أن أظهر كفاءة ملحوظة في محاربة الخارجين على الخلافة والتخلص من الطاهريين بإذن من الخليفة العباسي المعتز بالله. واستطاع يعقوب بن الليث أن يضم إلى الدولة الصفارية كثيرا من الأماكن التي استطاع السيطرة عليها في بلاد فارس وخراسان، وأعلن ولاء دولته في البداية للخلافة العباسية. وعندما تولى المعتمد على الله الخلافة، أصر أخوه الموفق على أن يكون ولاء الدولة الصفارية للخلافة ولاء تاما لا صوريا، إلى أن يعقوب بن الليث رفض ذلك وتدهورت العلاقة بين الطرفين، وهدد يعقوب بدخول عاصمة الخلافة وبسط سلطانه عليها، مما أدى إلى حدوث صدام مسلح بين الدولة الصفارية والخلافة في منطقة واسط بالعراق. وكان لظهور الخليفة العباسي المعتمد على رأس جيش الخلافة أثر كبير في هزيمة يعقوب بن الليث. ورغم هزيمته فقد استمر في تحدي الخلافة ورفض التفاهم معها حتى توفي في جند صابور سنة 265 هجرية، ثم تولى رئاسة الدولة الصفارية بعد وفاة يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث الذي كان حريصا على كسب ود الخلافة حتى يؤكد سلطانه الروحي في بلاده، فاعترف به الخليفة المعتمد واليا على خراسان والسند وسجستان وكرمان وفارس وأصبهان. وعندما تولى المعتضد الخلافة بعد وفاة عمه المعتمد أقر عمرا على ما في يده. وقد نشط عمر في توسيع حدود دولته وتطلع إلى غزو بلاد ما وراء النهر، حيث الدولة السامانية، وعبر نهر جيحون، ولكن السامانيين تصدوا له بقيادة زعيمهم إسماعيل بن أحمد الساماني وهزموه وأخذوه أسيرا إلى الخليفة المعتضد الذي سجنه حتى مات في سجنه سنة 287 هجرية. وقد تولى زعامة الصفاريين بعد هزيمة عمرو وأسره حفيده طاهر بن محمد بن عمرو، ولكن أحوال الصفاريين تدهورت بشدة خلال هذه الفترة نتيجة الهجمات المتلاحقة التي شنها عليهم السامانيون، وسقطت دولتهم سنة 289 هجرية. وقد لاحظ المؤرخون أن قادة هذه الدولة اتبعوا في حياتهم مبدأ العدالة والمساواة والأخوة والبعد عن مظاهر الترف، فكانت حياة رئيس الدولة لا تكاد تختلف في مظهرها عن حياة أحد جنوده، وكان العطاء يوزع بالإنصاف والعدل. وقد ازدهر اقتصاد الدولة نتيجة البعد عن إنفاق الأموال في غير وجوهها، فيروى أن يعقوب بن الليث ترك في خزانة الدولة عند وفاته 80 مليون دينار و50 مليون درهم، ولكن يؤخذ عليه اعتداده بقوته وطاعة جنده فتمرد على الخلافة وحاول الاستقلال عنها، مما زعزع ثقتها به، وكان له آثاره السلبية في تماسك الدولة واستمرارها.